نعم، هو ملعب الخامس جويلية، لكن عذرا ليس هو المكان الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني ونظيره النيجيري. المشاهد للأعداد الغفيرة للأنصار الذين غصت بهم المدرجات سينتظر فقط دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، لكنها في الحقيقة مباراة منقولة عبر شاشات عملاقة. عائلات بأكملها حضرت، شباب من مختلف الفئات العمرية صنعوا أجواء استثنائية في المدرجات، والجميع يؤازر رفقاء محرز حتى من خلف الشاشة رغم لحظات الترقب والتخوف التي شهدتها المباراة. التفاؤل ببلوغ النهائي ميز انطباعات الأنصار قبل صافرة البداية. الأجواء من أشواج دائما، يعني ما فرصة هذه إن شاء الله ما بغيناش نعطيوها. واش رايك سكور اليوم؟ سكور اليوم إن شاء الله يكون 2-0 للجزائر. يا خو جوع عائلية، لو ريسبي سورتو الله يبارك يا خو. الشعب تاعنا يا خو إنسان، الشعب مربي يا خو، الحمد لله لا يتقف. وبعد نهاية الشوط الأول بتفوق الخضر بهدف دون رد، زاد أمل وإيمان المتفرجين بافتكاك تأشيرة العبور إلى المشهد الختامي من كان 2019. نشوف نغمض عينيا، نشوف نغمض عينيا يزيد سويت ما قدرتش. وفي آخر أنفاس المباراة جاء الفرج بإقدام رياض محرز بعدما كانت النتيجة متعادلة بهدف لمثله، ليقود الجزائر إلى المرحلة الختامية من المنافسة مطلقا العنان والأفراح لشعب متعطش للألقاب والتتويجات، شعب يأمل التتويج بالكأس وإضافة النجمة الثانية على قميص منتخب أبهر الجميع في هذه الدورة.